اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يشد صيت اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني The meaning of these supplications And the translation will be posted so that you can copy them and learn how to recite them and their meaning as well. There are a couple of supplications that I recited. How often should I recite them to get rid of an anxiety? In the morning after you pray Fajr, in the evening before sunset, before Maghrib, any time from Asr till Maghrib.